انا نادي الزمالك ارتبط اسمي بيه كتير جدا قبل ما اجي نادي الزمالك. السنه اللي جيت فيها نادي الزمالك كان مستشار مرتضى منصور هو نائب رئيس نادي الزمالك مع الدكتور كمال درويش. وفي السنه دي كنت انا وحسام عبد العال، كان حسام عبد العال في المحله وانا في بلديه المحله. وبامانه يعني كان طلبني مستر اوتوفيستر بالاسم، بس السنه اللي بعدها رحل مستر اوتوفيستر، واللي صمم ان احنا نكون موجودين في نادي الزمالك انا وحسام عبد العال كان المستشار مرتضى منصور. وكان حصل خلافات ان الصفقه ممكن ما تتمش بتاعتي انا وحسام يعني، وهو فضل مصمم على الموضوع ده، هو اللي كان متبني القصه وقتها، هو اللي خلصها وانا مضيت في مكتبه في الدقي. رشحني ليه اكتر من مره كابتن محمد صلاح وكابتن فاروق جعفر انهم دربوني في بلديه المحله. طبعا بعد كاس العالم للشباب في الارجنتين وحصلنا على الذهبيه برده كنت بنتمي لسه لبلديه المحله. هو كان بصراحه هو كان دايما متواصل معايا انا وحسام عبد العال، وهو اللي اصر ان الصفقه تتم يعني. والحمد لله رب العالمين اول سنه ليا مع نادي الزمالك خدنا بطوله عربيه وخدنا بطوله الدوري قبل الدوري ما يخلص ب4 اسابيع. لعبت كل المباريات مع مستر فينجادا، كان موجود في السنه دي معايا طبعا انا كنت بتشرف موجود مع كابتن ابراهيم حسن والكابتن احمد صالح في الجبهه اليمنى. والحمد لله رب العالمين كل المباريات الافريقيه ومباريات الدوري والكاس والبطوله العربيه كل المباريات كنت الحمد لله بشارك فيها بصفه اساسيه، كنت دايما على تواجد في المنتخبات، منتخب اولمبي ومنتخب اول. فتشرفت دايما ان انا موجود في نادي الزمالك وشرف دايما. انت جيت في فتره ذهبيه. الحمد لله جيت في اول، انا شايف ان هو من اعظم جيل جه في تاريخ نادي الزمالك.